أيضا معنا من مركز الاقتراع ينضم إلينا في الحال من وسط طهران موفد بي بي سي عامر سلطان. عامر أهلا بك، هل لك أن تعطينا صورة يعني واقعية عن مشاهداتك حتى الآن في مراكز الاقتراع في طهران؟ نعم، حتى الآن يبدو أن التوقعات كانت قليلة بمقارنة بالمشاركة. أستطيع أن أؤكد لك قبل أن آتي إلى هنا أنني واجهت صعوبة بالغة في الدخول إلى هذا المكان. الطابور انتظار الناخبين يمتد إلى حوالي نصف كيلومتر خارج هذه القاعة. هناك آلاف من الناخبين في جميع أنحاء طهران ينتظرون طوابير في لإدلاء بأصواتهم. التوقعات تقول أن وزارة الداخلية ستضطر ربما لتمديد ساعات التصويت، بدلا من أن تنتهي الساعة السادسة بتوقيت طهران مساء سوف تمتد إلى ربما إلى الساعة العاشرة. حتى هذه اللحظة هذا الاتجاه يسير نحو الزيادة الكبيرة، خاصة وأن هناك توقعات بأن الزيادة ستكون أكثر بعد صلاة الجمعة. واسمح لي لينا أن أشرف ضيفي من هنا السيد حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء، كان يتحدث ولو قليلا عن مستقبل العلاقات العربية الإيرانية في حالة ما إذا فاز السيد أحمد نجاد أو السيد حسين موسوي. سيد حسن أهلا وسهلا بك على شاشة بي بي سي. الآن هناك توقعات قوية بأن السيد موسوي ربما يفوز بالرئاسة، في تصورك ماذا سيكون شكل العلاقات العربية الإيرانية في حالة ما إذا جاء موسوي رئيسا؟ أولا العلاقات بين إيران والدول العربية علاقات شائكة. بعد انتصار الثورة الإسلامية إيران مدت يدها إلى الدول العربية ولكن لم تلغى تجاوبا بشكل ملحوظ، و على هذا الأساس نرى أن السياسة الخارجية للدول العربية محكومة بأجندة خارجية، يعني هنالك عنصر خارجي يدخل على العلاقات بين إيران وبين الدول العربية ويقوم بتخريب هذه العلاقات. ففي المستقبل هنالك أمل في أن تضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو هذا من المؤكد، أن تقوم بإقامة علاقات أفضل. ولكن أيضا من الجانب الإيراني كانت هناك ممارسات إيرانية مقلقة ربما من الدول العربية، لذلك الموقف متبادل، دعنا نقول التحفظات متبادلة. يعني هنالك دول تتخوف من الخطاب الثوري في بداية الثورة الإسلامية. الآن الجمهورية الإسلامية أصبحت دولة لها قوانين ولها استراتيجية ولها سياسة خارجية معينة، والخطاب الثوري انخفض بالنسبة في بداية الثورة، ولا أجد مبررا لخوف وخشية الدول العربية من هذا الخطاب أو من الجمهورية الإسلامية. فمثلا نرى هنالك مثلا مصر دولة عربية إسلامية لها وزنها ولها مكانتها، لماذا لم تقم علاقات بين الجمهورية الإسلامية والحكومة المصرية؟ بما أن لا خلاف بين الشعبين الإيراني ولا الشعب المصري، هنالك خلافات شكلية على قد يكون على قيادة المنطقة، ونأمل أن الرئيس القادم الإيراني، وهو هذا مطلب شعبي، أن إيران تعيد النظر في علاقاتها مع الدول العربية، والدول العربية أيضا تتقرب وتترك المخاوف الشكلية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن هذه العلاقات علاقات الجمهورية الإسلامية تخدم مصالح الأمة العربية والأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني. يعني على كل حال فيما يتعلق بمصر، المصريين لهم تحفظات أيضا في السلوك الإيراني، هناك كلام عن مخاوف أمنية، لكن على أي حال الآن إذا فاز الرئيس محمود أحمدي نجاد بدورة ثانية، هل تعتقد أن الوضع سيتأزم إذا جاء محمود أحمدي نجاد؟ معناه أنه مؤيد من الشعب الإيراني، وهذا معناه أنه ربما لن يغير من لهجته تجاه العلاقات العربية، إذن سنكون في مشكلة. الشخص في الجمهورية الإسلامية لم يستطع بوحده أن يغير السياسة، السياسة الخارجية ترجع إلى قائد الثورة الإسلامية وهو الذي يوجه الرئيس. فالرئيس أحمد نجاد له تطلعات وله أمل في إقامة علاقات مع الجمهورية، مع باقي الدول العربية والدول الإسلامية، وأيضا هو سافر إلى عدة دول وشارك في اجتماعات عربية في المنطقة. ولكن إذا جاء الرئيس الآخر من التيار الإصلاحي قد يكون هنالك
إسراع في إغامة العلاقات مع بعض الدول. هذا الرئيس الإصلاح المتوقع الذي تشير إليه هو السيد حسين موسوي. السيد حسين موسوي قال بوضوح في حلمته الانتخابية أنه إذا أرادت إيران أن يكون لها دور فاعل في أمريكا اللاتينية لابد أولا أن يكون لها دور فاعل في الجوار، يعني العلاقات مع الدول العربية. في تقديرك ما الذي يجب أن يفعله حسين موسوي تجاه العلاقات العربية بمجرد تسلمه الرئاسة إذا فاز بالرئاسة كي يعيد العلاقات مع الدول العربية إلى وضعها الطبيعي؟ يعني الدول العربية عليها أن تتقرب إلى إيران وتترك الخيارات أخرى وتترك الأجندة الأمريكية والإملاءات الأمريكية تجاه تلك الدول. أمريكا لا تريد أن تكون علاقات ودية وندية بين إيران وبين الدول العربية، وهي دائما تتدخل في شؤون المنطقة. هناك أمل في أن يكون مجموعة أمنية بين إيران وبين الدول العربية ومجموعة اقتصادية على أساس أن تكون هناك سلة اقتصادية بين إيران وبين الدول العربية لكي تكون هذه السلة خاصة لدول المنطقة بدون الحاجة إلى الدول الأوروبية وأمريكا. على كل حال هذا النوع من التحفظات المضادة هو شائع في إيران، هناك اتجاهات متضاربة ومتعارضة. نشكرك السيد حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مر الأنباء، كنت معنا في تغطية مباشرة لبي بي سي للانتخابات الإيرانية من القاعة الحسينية الإرشاد للتصوير. شكرا جزيلا لك، عودة إليكم لينا في لندن لمتابعة نشرة الأخبار. أشكرك عمر سلطان، وسنكون معك أولا بأول حول تطورات هذه العملية الانتخابية.